يخليكم إخوان نتكلم معكم ومع العشرة آلاف ديال الإخوان اللي هما يعني داخل التجمع الوطني. وما تنساوش ال 15,000 اللي ما نجحتش. تيوا دائما بين عينيكم وبقاو تكلموا معاهم لان عندهم مستقبل ان شاء الله، يعني باش حتى هما يمارسوا السياسه وحتى هما يمارسوا يعني الشأن العام. دونك كونوا واثقين بانه هذا الشيء اللي جيتوا به غادي ناخذوه بعين الاعتبار. بيان سور الدوله كتعرفوا يعني الامكانيات ديالها، ولكن الاكثر اللي يمكن لينا نديروه غادي نديروه، وما يمكنش نديرو واحد الجهه وواحد الجهه اخرى ما نديروش. غادي يكون التوازن ويكون هذا. دونك خصنا غير نفهموا ونشوفوا الاولويات. وانا متفق بان القضيه ديال الاعتبار ديال ليلو وداك الشيء بان شيء جد مهم. اون ميم طون كنقول لكم الله يخليكم، انتوما بيناتكم حاربوا الفساد، ماشي حنا اللي غادي نحاربوا الفساد، انتوما بيناتكم نصحوا بعضياتكم وحاربوا الفساد، لانه خصو جهنا يبقى مزيان يعني لهاد 5 سنين اللي بقى لكم ان شاء الله في الموندا ديالكم. المواطنين داوكم فيكم الثقه وعطاوكم اصوات كبيره، خصكم تكونوا يعني في المستوى ديال هاد الاصوات اللي حصدتوا بفضل البرنامج بفضل العمل ديالكم. وحنا داخل الحكومه وداخل الاغلبيه سوف نشتغل لنكون ان شاء الله يعني نعطيو جواب حتى حنا ايجابي بالنسبه للمتطلبات ديال المواطنين.